برشلونة يغرق في أمطار ريال مدريد في مباراة الشوط الأول غريب وعجيب، وبرشلونة ما جاش في الشوط الأول وريال مدريد كان مكتسح من كل الاتجاهات، وشوط تاني ريال مدريد بقى شكله غريب وبرشلونة هو اللي بقى يلعب مباراة فيها كلام كتير وكلاسيكو ممتع وكلاسيكو كما قال الكتاب. برشلونة يخسر ويبتعد نوعا ما عن الصدارة شوية، ريال مدريد بيكسب وبيقرب نوعا ما من الصدارة وبيقرب من الليجا، ولكن لحد دلوقتي الليجا لسه ما انتهتش. هنتكلم في كل حاجة في حلقة النهاردة. صراحة الحلقة دي وصلت لك، انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل أكبر عدد من الناس، ولو حلقة عجبتك وأول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناة وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الانقاصية. ريال مدريد وبرشلونة بعد ثلاثية الكامب نو، ريال مدريد بيعود في الدي ستيفانو تحت امطار غثيرة، بيكسب برشلونة 2-1 في المباراة، قدم شوط اول كويس جدا من زيدان، وزيدان عايزين نتكلم عليه نوعا ما شوية قبل ما نخش في المباراة. زيدان تاني مباراة على التوالي، تاني مباراة كبيرة على التوالي، بيدرسها كويس جدا، بيعرف يقفل على مفتاح اللعب كويس جدا، بيعرف يستغل الثغرات بتاعة الخصم كويس جدا جدا جدا. ده شفناه قدام ليفربول في الشامبيونز ليج يوم الثلاث، وشفناه النهارده ضد برشلونه. شفناه النهارده ضد برشلونه ازاي؟ اقول لك شفناه النهارده ضد برشلونه ازاي. دخل النهارده زيدان بيلعب بال 4-4-2، 4-4-2 فالفيردي بيلعب كوينج، كوينج ده بيلعب بيه بيستخدمه في حالتين. الحاله الاولى انه بيرجع لورا يبقى باك رايت، وفاسكيز بيخش يبقى ثالث مدافع، بيبقى ثالث مع ناتشو وميليتاو، بيبقى بيلعب خمسه دفاع، وكمان لما الكره تتحول من الدفاع للهجوم فالفيردي بيتحول لوينج يمين صريح مع الثنائي الهجومي جونيور وبنزيما. ده كده اول فكره من زيدان. الفكره الثانيه بتاعت زيدان ان هو يخلي بنزيما يسحب معاه سواء اراخو او الانجلي، ويحاول يلعب ورا من جويزا نوعا ما، مش سريع السرعه القصوى اللي يقدر يجيب فيها جونيور لما بيجري، وفينيسي جونيور جري منه كذا مره وقدر يلعب في ظهره كذا مره ببطء من جويزا، جونيور قدر يستغل بسرعته كذا حاجه. زيدان كان بدأ المباراه في ملامح، في شكل بيحاول يطبقه، في افكار بيحاول يطبقه في ارض الملعب، عكس كومان تماما اللي دخل المباراه ولا فكره ولا تكتيك ولا اي حاجه، هو نزل حط ال 3-5-2 اللي هو كده يلا انزل العبوا. بيلعب اراخو من جويزا لانجلي، بيلعب بجوردي البا، بديست، بيلعب ببيدري، ديونج، ببوسكيتس قدام ميسي وديمبلي. ديمبلي كان بيلعب بمهاجم صريح النهارده. المفروض بيلعب بال 3-5-2 عشان يحاول في الناحيه الدفاعيه تبقى 5-3-2، ويحاول يلعب بالكوره من تحت لفوق، يلعب ضد بلاي كويس بان بوسكيتس او ديونج ينزلوا يستخدموا ياخدوا الكوره من الاثنين المدافعين، ويبتدوا هم يطلعوا بالهجمه من ورا لقدام علشان يستغلوا الزياده العدديه بتاعتهم في نص الملعب، ولكن ده ما كناش شايفينه. كمان كان في فكره ثانيه كانت بتدور في دماغي، ان كومان منزل ديونج وبدري الاثنين في نص الملعب علشان يضغطوا على نص ملعب ريال مدريد، ويضغطوا على مودريتش وعلى كروس عشان ما يضربوش الحريه اللي هم يطلعوا بالكره من تحت فوق. لكن اللي كنا شايفينه من برشلونه ان برشلونه طول الشوط الاول بيلعب كرات عرضيه بالعرض وبس، بيلعب كرات بالعرض وبس. ده حتى شفنا لقطات كتير جدا من ميسي ان الكره ما بتوصلوش في نص ملعب ريال مدريد، فبيضطر هو اللي ينزل لحد خط الدفاع عشان ياخد الكره يبدا هو الهجمه. برشلونه الشوط الاول حرفيا ما قدمش اي حاجه، كان بيحاول يلعب كرات بالعرض يمين وشمال وبس. لكن ريال مدريد كان بيحاول كذا فكره يطبقها، اولهم التحول من الدفاع للهجوم مرة واحدة. أول ما ريال مدريد بيقطع الكورة بتلاقي صواريخ بتجري على دفاع برشلونة، بتجري على دفاع برشلونة بسبب حاجتين. الحاجة الأولى إن فينيسيوس جونيور أي كورة في ظهر من جويزا يقدر يستغلها بسبب سرعة فينيسيوس ويبطء من جويزا، دي حاجة. الحاجة الثانية الثغرة اللي قد كده في دفاع برشلونة وهو الإنجلي وجوردي ألبا. جوردي ألبا والإنجلي النهاردة في الشوط الأول كانوا كارثة، كارثة بمعنى الكلمة. الاثنين ولا بيقدموا شغل دفاعي ولا بيقدموا شغل هجومي. جوردي البا ما قدمش اي حاجه الشوط الاول ناحيه هجوميه، وكمان الناحيه الدفاعيه من الانجليزي وجوردي البا ما عملوش اي حاجه. كان بنزيما بيلعب في ظهرهم بكل اريحيه، فاسكيز في الجون الاول المفروض بتلعب باثنين اللي هو جوردي البا وراه الانجليزي بيغطي عليه، النهارده فاسكيز بياخد الكوره وبيلعب الكوره بالعرض بكل سلاسه، بيخش بنزيما يحطها بكوره معلمه، بيحط الكره بكعبه بمعلمه شديده جدا جدا جدا، وبيسجل هدف اول لريال مدريد. هل بعد الهدف الاول لريال مدريد حصل رد فعل برشلونه ولا اي حاجه؟ كنت متوقع ان برشلونه بعد الجول ممكن يبقى في ضغط نوعا ما شويه، شراسه نوعا ما شويه، يحاول يبقى ليه رد فعل، لكن شفناه ان ريال مدريد بيلعب بنفسه برده بنفس الشكل.
نفس الاستحواذ على الكوره، نفس الضغط، نفس الشراسه بتاعت هجوم ريال مدريد. كنا بنشوف ريال مدريد بيلعب هاي بريس كبير جدا جدا جدا، بيضغط على دفاع برشلونه من عند رايت الكورنر ومن عند حارس المرمى، بخانق برشلونه بيحاول يسجل جون واثنين عشان يخلص المباراه، علشان عارف ان اللياقه البدنيه بتاعه لعيبته ممكن تيجي في الدقيقه 60 الدقيقه 65 الدقيقه 70 وتبتدي تقل وتبتدي تقل. فعشان كده كان عايز يخلص المباراه من الشوط الاول. ده اللي كنا شايفين ان الضغط 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 بتاع ريال مدريد كان بيحاول يسجل اكبر عدد من الاهداف في الشوط الاول علشان الشوط الثاني ما يتعبش، الشوط الثاني ما يتعبش. قدر ياخد الشوط الاول ب 2-0 بجول من بنزيما، جول مميز جدا، جول تاني من فاول من توني كروس بشوطه بتخبط في ديستو وتخبط في جوردي البا وبيخش جول كوره بولينج، بيخش الجول الثاني لريال مدريد. هو واحد يقول له ده معلم بص الحظ بقى وبص الحظ كان ماشي معايا، ما انا اقول لك الحظ كان ماشي مع ريال مدريد الشوط الاول، لان ريال مدريد كان بيأدي، كان بيأدي، الفريق كان مجتهد بيحاول يجتهد في ارض الملعب فربنا اداله. لكن انت كفريق اللي هو برشلونه ولا بتلعب بيلد اب بلاي كويس ولا في الضغط كويس ولا استخلاص كوره كويس ولا شوت اون تارجت كويس ولا عرضيات ولا ثروهات ولا اي حاجه ولا اي حاجه، فانت عايز ربنا يديك ازاي؟ مش عارف مش عارف. الشوط الاول بيخلص 2-0، الشوط الثاني شكل مغاير تماما عن الشوط الاول، وده اللي خلى جمهور برشلونه يقول لك احنا شفت كذا رد فعل على السوشيال ميديا بيقول لك احنا لعبنا وريال مدريد كسب. لا، هو ريال مدريد لعب شوط اول مميز جدا جدا جدا، ولكن شوط ثاني اللي انا مش فاهمه من زيدان ومن ريال مدريد انه هدى الريتم تماما، هدي تماما، ادى الكره لريال مدريد. وحتى شفنا البوزيشن في نص الماتش كده ان البوزيشن 67 لبرشلونه 33 لريال مدريد، ان هو سايب الكره تماما لريال مدريد لبرشلونه، استحوذ انت على الكوره، اعمل كل حاجه بالكوره، بس حاول اضربه بالمرتدات. وده اللي كنا شايفينه اول ما ريال مدريد بيستخلص الكوره صواريخ تحول من الدفاع للهجوم باقصى سرعه ممكنه عشان يحاول يستغل الهجمه المرتده، ولكن رعونه الهجوم بتاع ريال مدريد اللي تمثل في جونيور هو اللي ادى ريال مدريد ما يجيبش جون ثالث ورابع في المباراه. كذا كوره كذا هجمه مرتده كانت بتروح عند جونيور كانت بتنتهي عند جونيور. ولكن الشوط الثاني كومان حاول يعمل كذا حاجه في ارض الملعب. اول حاجه انه خرج ديست ونزل جريزمان، بقى جريزمان هو المهاجم الصريح وبيلعب بديمبيلي كوينج وميسي كوينج، وخلى من جويزا هو الباك رايت. وحته من جويزا يلعب باك رايت برضو انا مش عارفه ان من جويزا مش سريع، ولكن انا متفاهم الحته اللي يلعب من جويزا باك رايت ان هو هيضغط الكل في الكل، هلعب الكل في الكل وضغط الكل في الكل، وان خلى من جويزا باك رايت ادى ان من جويزا يجيب جون، ادى ان من جويزا يجيب جون بسبب الضغط الشرس من لعيبه برشلونه في الشوط الثاني. كنا بنشوف شراسه من لعيبه برشلونه، ضغط من لعيبه برشلونه، عرضيات من كل الاتجاهات ادى ان برشلونه يجيب جون. وبعد الجون برشلونه مهديش مداش الكرة تاني لريال مدريد، ما قالش لريال مدريد خدوا الكرة انتوا والعبوا انتوا وتعالوا هجموني وانا برد الفعل، لا انا هبقى الفعل في الشوط التاني. وبعد الجون انا كنت مستني الجون التعادل لبرشلونة بسبب ان ريال مدريد مستواه نزل جدا 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 هجوميا دفاعيا، نص الملعب كله نزل، بينما بنشوف ضرب اكتر، بنشوف فاولات اكتر، بنشوف برشلونة هادي اكتر، انا عم مستعجل عشان نجيب جون ولكن هادي اكتر. وبعد كده شفنا بوسكيتس بيخرج وسيرجيو روبرتو بينزل والتشكيله بتتحول، مش بتتحول، هو تشكيل التغيير كان مركز بمركز، ولكن بعديها اتحولت تاني لما نزل موريبا وخرج اراخو، من جويزا رجع تاني في قلب الدفاع جنب الانجليه ورجع سيرجيو روبرتو كباك يمين وموريبا بقى في نص الملعب. موريبا بالخصوص لاعب مميز جدا، انا شايفه لاعب مميز جدا 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 جدا. النهارده شاط كورتين على مرمى ريال مدريد، واحده في العارضه في اخر دايما مباراه ممكن تجيب تقتنص التعادل لبرشلونه، ولكن موريبا لاعب مميز قدر يحرك نص ملعب برشلونه كويس جدا. بدري النهارده ما كانش باين قوي، بدري النهارده ما كانش ظاهر جدا، ده اللي انا مستغربه ان بدري لاعب انا بشوفه مع برشلونه لاعب مميز، ولكن بدري النهارده كان مختفي جدا. ديونج هو اللي كان لامع في نص ملعب برشلونه، ولكن بعد التغييرات اللي عملها ترينكاو ونزول ترينكاو وبريث وايت في اخر مباراه نوعا ما كان بيحاول يحرك او ينشط الناحيه الهجوميه عند برشلونه، بالخصوص بريث وايت. ونيجي للحته اللي عليها جدل كبير جدا 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 وهي ضربه الجزاء. ضربه الجزاء شدت مندي لبريث وايت، انا كواحد شايف الكوره فيها وعليها، ممكن حكم يحسبها وحكم ما يحسبهاش،
ممكن الحكم يسيبها وحكم ما يسيبهاش. بس انا كنت مستغربه ان الحكم حتى ما راحش يبص عليه في الفور، او حتى بتوع الفور ما كلموهوش في ودنه، وده اللي خلى كومان يطلع بعد المباراه يقول لك ايه لازمه الفور او ايه فايده الفور. فعلا الفار ملوش فايده، الفار ما بيعملش حاجه، فانت ليه ما تروحش تبص على الكوره؟ مش عارف هي الكوره فيها وعليها، بس انا وجهه نظري في الكوره ضربه جزاء، ان يشد اللاعب من ايده ضربه جزاء بصراحه من وجهه نظري. فبرشلونه ضربه جزاء كان ممكن يرجع يتقلب بيها كوره في العارضه، والحظ بيخدم ريال مدريد انه يرجع تاني للصداره او يرجع تاني للمنافسه. كده المنافسه بقى عن الثلاثي ريال مدريد برشلونه واتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد عنده مباراه مؤجله، لكن ريال مدريد وبرشلونه لاعبين قد بعض ولكن الفرق بينهم نقطه. هل ممكن فريق من الفريقين يقع تاني؟ بدنا نشوف المباراه اللي جايه. لكن مباراه النهارده ريال مدريد قدم مباراه كبيره، قدم مباراه عريقه، زيدان شابول زيدان رفع له القبعه ان تاني مباراه على التوالي، تاني مباراه كبيره على التوالي يقدم فيها مباراه كبيره ويعرف يدرس الفريق الخصم كويس جدا جدا جدا. ده حاجه عجبتني جدا في زيدان، انه بيعرف يدرس الفريق كويس جدا، الفريق اللي قصاده. شفنا ضد ليفربول، شفنا ضد برشلونه، ولسه هنشوف ليفربول في مباراه العوده. مبروك لجمهور ريال مدريد الفوز، مبروك الرجوع تاني للمنافسه اللي بيقرب نوعا ما شويه من الليغا لريال مدريد بسبب النتيجه. انا متوقع ان النتيجه يقع تاني، فريق ريال مدريد الاقرب للليغا لحد وقتنا هذا. هل ريال مدريد يقدر يحافظ وياخد الليغا؟ الله اعلم. هل هيقع برضو؟ الله اعلم. ولكن السؤال اللي انا عايزكم تجاوبوا عليه في الكومنتس، ايه السبب اللي خلى ريال مدريد يتطور ومستواه يعلى في الاونه الاخيره او في الفتره الاخيره؟ قول لي رايك انت في السؤال ده، وقول لي جوابك انت في السؤال ده في الكومنتس. ولو حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، وعشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس. ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.